ليها دور في ده في اللائحة التنفيذية؟ في تسريع اللائحة التنفيذية احنا اكتر ناس طالبنا هو عضو فيها، المفروض النقابة عضو في اللجنة اللي بتدي التصريح. طب احنا مع اللي احنا بنتكلم بيه يا دكتور، مش يبقى غريب مثلا ان احنا نطالب بالغاء الحبس الاحتياطي في القانون الجديد؟ انا ما اقدرش. مين اللي طالب الغاء الحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي لا يا فندم، انا قلت الحبس الاحتياطي يكون بامر من النائب العام في حاله عدم استدلال على عنوان الطبيب او عدم معرفه مكان عمله، في حاله ان يكون هناك تقرير طبي ان دي خطا طبي، جريمه. لكن جريمة. مش الغاء. لا ما اقدرش الغي. هو زي ما قلت لحضرتك، الملاحظات اللجنه التشريعيه بتقول ان ما ينفعش نلغي الحبس الاحتياطي لان ده في تمييز بين الاطباء وبين المواطنين، وملاحظات مجلس الدوله اعتقد كمان. ما هو اللجنه التشريعيه ومجلس الدوله. فايا كان يعني احنا بنطالب بان اذا كان في مجرم يبقى لازم يتعاقب، ايا كان طبيب غير طبيب، لا خلاف على هذا. لكن الاخطاء المهنيه اللي اتعملت هو بس في القصه دي، هل ده ممكن يخوف الدكاتره او يخلي ايدهم ترتعش؟ ده هو ده المشكله. ولا الدكتور لازم يبقى فاهم ان ده زي ما بيحمي المريض بيحميه هو كمان؟ بص يا فندم، هو حضرتك الوضع الحالي دلوقتي احنا المشكله عدم اصدار القانون ده عامله حاجتين. اول حاجه بتخلي الدكتور المشهور اللي كبر وبقى حد بيختار مرضاه هيحجم تماما على انه يعرض نفسه لمخاطره انه يشتغل حاله نسبه النجاح فيها 20% او 30%. وتاني حاجه، تاني خد بالك دي اول حاجه، هتخليه يعمل ايه؟ هيقول يقول له لا انا شايف انك انت تروح للدكتور فلان الفلاني، الدكتور فلان هيقول له لا انا متهيألي انك انت تروح للدكتور فلان، كله مش عايز مسؤوليه. العيان هيجرى له ايه؟ هينفق في السكه. ما هو احنا مش عايزين كمان الدكتور يبقى طيب مرتعشه. تاني حاجه انه النهارده شباب الاطباء لما بيطلعوا يشوفوا الفيجرز اللي هم شايفينهم قدامهم هيبقوا مستقبلهم، عفوا اللي بيتعرض على النيابه وبيتحبس حبس احتياطي واللي بيدخل سجن بالفعل، ايه اللي هيقعده هنا؟ طيب معانا مستقبله. معانا تقرير نشوفه